كل حاجه والجيران صوروها صوت وصوره وارفقتها في المحضر وفي النيابه. قلت له قال لي التلفيات فيها كذا 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 هتتكلف من 150 ل 180 او 200 الف جنيه. انا لسه ما كشفتش كل حاجه والجيران صوروها صوت وصوره وارفقتها في المحضر وفي النيابه. وهي بتضربني وهي بتجري على الناس وهي بتعمل للناس اشارات بذيئه بصوابعها مرعبه وهي بتشتمني. هل كانت في وعيها؟ ما كانتش في وعيها، هي كانت سكرانه ونزلت قالت انا ام فيري درانك، وقالت اي ام فيري فيري درانك، واذا كان اللي هو اذا كان عاجبك. ودخلت البوليس قالت انا سكرانه، وراحت عند النيابه قالت انا كنت سكرانه. هي ايوه البنت حكايت في حاله هياد غير طبيعيه بجد. كان حد بيساعدها حضرتك قلت في البوست؟ ايوه كان جه، كان في ايوه في عربيه بي واي دي بيتي جات، نزل منها راجل لابس سكارف رابطه كانه بودي جارد، وجه خدها وحطها في العربيه، وده انا مصوراه. وقال لي قلت له انت لو خدتها انا هسجنك معاها. قال لي اسجنيني وصوريني، انا اصلا هعمل فيكي محضر ان انت بتصوريني من غير اذن. في اللحظه دي قامت هي شتمه بالانجلش ايجيبشن وومن، كل الستات المصريين بقفش على الالفاظ، قام كل الرجاله بتوع الكومباوند هادمين على العربيه وموقفينها وانت مش خارج من الكومباوند، ونزل البنت. الموضوع هنا قلب شويه يعني مش بقى الشخص خلاص ده، لا هي شتمت ايجيبشن وومن وده مثبت في الفيديوهات اللي قدمتها. جرت بقى هي عليا وما بقى بيحاولوا يدخلوها العربيه يزقوها في العربيه، قامت جري عليا زقاني وشداني بقى من شعري ودار جري على هاديه اختي عشان تضربها. وبمهم بقى جه البوليس وخد العربيه بتاعت الراجل تحفظ عليها في الاسم، وعملوا لي محضر اثبتوا فيها انها كانت سكرانه واثبتوا فيها تلفيات العربيه وانها تعدت عليا بالضرب والشتيمه، وخلصوا لي المحضر كتر خيرهم في الاسم بسرعه. وقمت رايحه على النيابه وجه المحامي السفاره يضغط عليا ان انا اتنازل عن المحضر، واحنا مش هنديكي فلوس، هاد لو عايزه فلوس يعني ايه؟ هي معهاش فلوس والسفاره مش هتدفع فلوس، واحنا اللي اخرنا ان انت تاخدي الباسبور معاكي ضمانه، تبقى بعد كده تقولي لها ما انتيش اخد الباسبور غير لو دفعتي تصليح العربيه. يعني حتى السفاره مش هتقوم بتكاليف، مش هتقوم بالتكاليف وما لهمش دعوه بيها كمواطنه لانها بره الاقامه ولانها ما بتشتغلش اصلا في مصر. ايوه فتمام. انا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ لا انت خلاص، طب هنعمل حاجه، احنا نديلك تعهد على ورقه بيضاء ان احنا مسؤولين عن تصليح العربيه، وبعد كده بعد ما نخرج من الاسم نبقى نصلحها لك. قلت له التعهد ده اعمل بيه ايه؟ هي واحده اوكرانيه ومعها الباسبور، هتخرج على اي دوله في اوروبا وما عندش هعرف اجيبها، والباسبور هي لو خدناه مش هعمل حاجه غير قانونيه، وحتى لو خدته منها تعرف تروح السفاره وتطلع وثيقه سفر وتخرج. انا مين على طول؟ هي فعلا شتمت الامن والشرطه يعني وكده؟ هي مش مدركه، مش مدركه هي بتتعامل مع مين من السكر، هي شتمت كل اللي قابلها. كل اللي حالة السكر، والإدمان اللي هي فيها، شتمت كل الناس وتعدت على كل الناس وحاولت تهجم على كل الناس، هي ما عملتش خطوط حمراء لحد. طيب هي جات غير وعيها. ما حدث في النيابة بقى والتحقيقات اللي النيابة هو خدني وسألني وقال لي أقوالك إيه، وقلت أقوالي ومضيت عليها وقلت إن أنا عايزة تعويض بالحق المدني، قالوا لي لازم ترفعي قضية بره النيابة إنك عايزة تعويض بالحق المدني المؤقت. فمفروض ان انا دلوقتي هروح لمحامي عشان يتابع القضيه عشان احاول اخد اي فلوس من المصيبه اللي انا فيها دي.